انضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، بحالة إذن من الترقب كما ذكرنا، ما أو كيف يبدو المشهد في الداخل اللبناني في انتظار هذا البيان أو هذا الخطاب من حسن نصر الله؟ نعم، تحياتي لكم في البداية. في الحقيقة أن هناك ترقب كبير في الأوساط اللبنانية على كافة المستويات، سواء المستويات الحكومية أو الشعبية وأيضا السياسية، لما قد يرد في كلمة الأمين العام لحزب الله اليوم، وخصوصا أن هذه الكلمة جاءت في أواخر الأسبوع الرابع من بداية العمليات في غزة وبداية التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية. أيضا هذه الكلمة استبقت بالأمس باستخدام أسلحة جديدة من قبل حزب الله في استهداف عدد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، أيضا تصعيد كبير من الجانب الإسرائيلي في الحدود اللبنانية الجنوبية. ولكن وفقا لقواعد الاشتباك، قواعد الاشتباك تنص على أو اعترف بها أو تعرف عليها أنها تضم 5 كيلومتر من الحدود من الجانبين، ولكن في ضمن هذه النطاقات هناك قصف مكثف أسفر عن سقوط 6 قتلى في الجانب اللبناني بالأمس فقط. فارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني إلى أكثر من 60 شخصا على مدار الأيام الماضية منذ بداية التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية في 8 من شهر أكتوبر الماضي. فبالتالي هناك ترقب كبير لهذه الكلمة، وخصوصا في ضوء هذا التصعيد المستمر على مدار الساعات الماضية. والآن أيضا هناك تحليق كثيف من الطائرات الإسرائيلية، طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية الجنوبية، ومن المتوقع أن يزيد مدى هذه الطائرات أو مدى الاستطلاع حتى يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت مثلما حدث خلال الأيام الماضية. أحمد، يعني هذا التصعيد أو هذا التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ليس الأول من نوعه، فما المغزى من توقيت خطاب حسن نصر الله المرتقب؟ بالتأكيد التصعيد على طول الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، وربما مسافة تصل أو تتجاوز 100 كيلو متر، فهو الأعنف والأكبر منذ حرب تموز عام 2006، والتي صدر فيها قرار لمجلس الأمن الدولي، هو القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ومنذ عام 2006 وحتى اليوم إسرائيل تحتفظ باحتلال عدد من البلدات اللبنانية ولم تنسحب منها، وكانت هناك بعض المناوشات وبعض التوترات في مناطق محدودة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وكان سرعان ما يتم احتوائها من خلال قوة الأمم المتحدة الموقفة في لبنان اليونيفيل المعنية بتنفيذ القرار 1701. ولكن التصعيد منذ 8 أكتوبر وحتى اليوم هو التصعيد الأول والأعنف والأخطر على الحدود الجنوبية اللبنانية منذ حرب تموز، وسط مخاوف من امتداد هذه التوترات لتصل إلى أماكن أبعد، وخصوصا أن هناك كسر لقواعد الاشتباك من قبل الجيش الإسرائيلي على مدار أو لمرتين على مدار الأيام الماضية، مرة باستهداف منطقة وفي جبل التفاح شمال نهر الليطاني، وهي منطقة تصل إليها الاعتداءات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ حرب 2006، وأيضا منطقة أخرى تبعد قرابة 15 كيلومترا عن الحدود، أي خارج نطاق قواعد الاشتباك. أيضا الجانب اللبناني حزب الله أطلق بالأمس مسيرتين محملتين بالمتفجرات واستهدفتا قاعدة عسكرية في منطقة مزارع شبعة، وربما هذا أيضا هو تحول نوعي في العمليات التي تنفذ تجاه إسرائيل باستهداف هذه الأهداف بمسيرات عسكرية، وهذا السلاح يستخدمه حزب الله للمرة الأولى على الحدود الجنوبية اللبنانية، كما تم قصف مكثف لمنطقة كريات شمونة وعدد من المناطق الأخرى، وهذه تسببت في إشعال نيران واسعة داخل الأراضي الإسرائيلية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. فبالتالي هناك تصعيد كبير جدا، وهناك خروج عن قواعد الاشتباك على مدار الأيام الماضية، وهو التصعيد بالفعل الأعنف والأكبر منذ حرب تموز وحتى اليوم. نعم، سنتابع بكل تأكيد أحمد بكل هذه المستجدات في الساعات القادمة، وبالفعل المراقبون بدأوا في تحليل ربما إشارات لهذا الخطاب أو هذا البيان. شكرا أحمد سنجاب مراسلنا في بيروت.